خوتي خواتاتي ها واحد السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم المره الثانيه جينا لهنايا لعوامه المرس، جينا نصور واحد لابارتمون جات في الايطاج الثالث. لابارتمون جات في هذه الطلعه كيف ما قلت لكم، راه جينا نصوروها المره الثانيه حيت مواليها زادوا طيحوا فيها في الثمن ونقصوا من الثمن ديالها، والثمن ديالها يعتبر همزه. هذه همزه من همزي افيتو طنجه. لابارتمون راها جات في العوامه المرس طنجه، فيها 58 متر، جات في الايطاج الثالث. عاود ليها الاصلاح كامله، بدل ليها الصباغه، دار ليها القب، بدل ليها الفصاله ديال الكوزينه والحمام، يا اما بالفراش يا اما خاويه. والفراش راه كنهضر على الفراش كلشي، يعني التلفازه، ماكينه التصبين، الثلاجه، يعني مجهزه بكلشي ديالها. واذا بغيتوا تعرفوا الفراش اللي فيها والفصاله ديالها كملوا معنا الفيديو حتى الاخر. ايوا يلا عاد كتشوفوا معنا هاد لابارتمون اللي جبنا لكم همزه بناء على طلب ديالكم. كيف ما قلت لكم هاد لابارتمون مواليها غير حيت مزيرين عليها، راه عاودوا نقصوا وطيحوا في هاد الثمن هذا. كيف ما كتشوفوا مع الدخله كاينه هاد المرايه هذه، هنايا كاينه هاد الصباغه ديال الياقوته، كاينه هاد المرايه، هاد الديكور اللي عامله مع الباب. وعاد سمحي لي هنا بغيتكم غير توريهم عافاك الباب. هذا الباب راه ديال تركيا، راه ماشي الباب اللي كيجي مع لي زابارتمون. هذا الباب راه هما اللي مبدلينه، كيجيو فيه السه ديال السقطات، يعني سيكوريزي على حساب اذا بغيتو تسافروا وتخليو لابارتمون مسدوده. وكيف ما قلت لكم لابارتمون راه معوده بالاصلاح كامله. كاين هنايا هاد القنصله ديال الصبابط بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريوها بالفراش. وعاد هنا كاينه الصاله ديال لابارتمون. اليوم فاتي هي اللي سبقتنا وارتاحت في هذه الصاله. فاتي امضرا، شنو الانطباع ديالك على هذا لابارتمون؟ كيف جاتك؟ عجبتني بزاف، وسيرتو هاد القبس اللي هنايا مزيون بزاف ومتقون صراحه. الله راه مزيون بزاف ومتقون، وكيف ما شفتوا راه ما فيه لا غموله لا بروده لا كحوليه. يعني لابارتمون كيف ما صورناها هذيك المره اللي فاتت ودابا عاود صورناها، راه ما كاينه لا غموله لا بروده لا كحوليه. يعني اذا لاحظتوا راه كيف ما كانت في الفيديو اخر كاينه حتى في هذا الفيديو، غير حيت هما ليها مزيرين في الفلوس، وكاين ظروف خاصه هي اللي كطر الواحد انه يبيع الملك ديالو. اما هاد لابارتمون هذه صراحه الله ديما كنقول لهم خاصكم تشرطوا فيها. كيف ما كتلاحظوا راه دايره بالكنابي بالجلسه بالكنابي بالمخديات ديالو. وكيف ما كتلاحظوا لابارتمون راها ضاويه ومشمسه وداخلها الاضاءه، والطيقان كاملين بالالومنيوم والزاج وبشبابك ديال الحديد. وبغيت نقول لكم ان هاد لابارتمون مولاتها علاش باغا تبدلها؟ حيت مشمسه بزاف، قالت لك قهراتها الشمس وقهراتها الاضاءه. قالت لك راه كتعمل الرويقان اللي كيكونوا مغلوقين وكتعمل الوانات اللي مغلوقين غير باش تغلق الدار، ما عندها شي مع الشمس. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على لابارتمون مشمسه هذه هي اللي تصلح لكم. هنايا كنلقاو الكلواغ اللي كيجمع الكوزينه، الحمام، جوج ديال النعاس. الكوزينه ديال لابارتمون هي هذه، اجي نوريها لكم. كيف ما كتلاحظوا الوسوعيه ديالها هي هذه،
كاين لومبلاسمون ديال ماكينه التصبين، لومبلاسمون ديال البوطه ديال الطياب، لورنيه. وعاد هنايا راه عملات هاد لي زيطاجير هادو كاملين من الرخام، يعني ما غتحتاجو تعملوا البلاكارات هنايا في الكوزينه حيت هي ديجا مستغله البلاكارات، عاملاهم من الرخام يعني ما غاديش تحتاجو. هنايا عامله لومبلاسمون ديال الثلاجه، وعاد هنا باقي خصكم غير تعملوا مينيوم. اما هو راه كاين الفران بالبوطه ديالو، كاين الماكينه التصبين، كاين لومبلاسمون ديال الماكينه د القشوع، يعني كلشي كاين لومبلاسمون ديالو. خصكم غير تعملوا داك البلاكار ديال الالومنيوم. وكيف ما كتشوفوا الكوزينه راه مصلوحه تبارك الله، ضاويه داخلها الاضاءه، داخلها شميسه، الحاجه اللي كيقلبوا عليها كاع الناس. واخا مولات لابارطمون وما عجباش بحق نتوما كاملين كتقلبوا على ابارطمون مشمسه، عامله هذا النوع ديال الزليج. يعني صراحه الله الثمن ديالها اللي حاطاه راه ماشي حتى الثمن ديال الاصلاح اللي مدخلين فيها، غير هو كتشاء الاقدر ان الواحد يبيع الملك ديالو فعليها الظروف هي هذه. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون جات في العوام المرس فيها 58 متر، جات في الايطاج الثالث كتبع يا اما بالفراش ويا اما خاويه. ودابا يلا نشوفوا الحمام وجوج بيوت النعاس. هنايا اون فاس الكوزينه كنلقاو عاود كاينه عامله هاد المرايه، وصراحه الله راه هي كانت في الاول عامله هنايا الكونسوله كانت عاملها، وكانت عامله هنايا صالامونجي ديال ثلاثه الكراسه، غير هي صالامونجي استغنت عليها حيدات الكونسوله من هنا وردتها هنايا. وهنا كاين الحمام. وهنا كاين الحمام بلا تنشعل لكم الضوء، هو هذا راه حتى هو بدلوا فيه الاصلاح كامل، عملوا له هذا النوع ديال الزليج، عملوا هنايا البانيو ديال الحمام، باقي اذا بغيتوا تعملوا لي غير الكوليس ديال الالومنيوم، عملوا هذا النوع ديال الزليج في الحمام، ورا سقفوا حتى السقف حتى هو عملوه بالزليج باش الحمام هكا ما كيبرد وكيسخن دغيا الزليج كامل وكيكون حتى في السقف. وهنايا كاين لافابو بالمرايه ديالو، وعاد عنده هذا الباب ديال الالومنيوم كوليس اللي كيف ما شفتوا مع الدخله. ودابا يلا نشوفوا بيت نعاس ديال العواول. نشوفوا بيت النعاس الاولاني ديال هذا لابارتمون اللي كيف ما قلت لكم جات في العوام المرس فيها 58 متر، وهذا راه بيت ديال العواول كيف ما كتلاحظوا راه مبدل ليه الفصاله كامله. فاتي شتكاتو في اطلاله كيف جاكم المنظر؟ وصراحه مزونه بزاف، وخصوصا هذا لابارتمون مصلوحه بزاف، وهذا الثمن هذا راه قليله بزاف فريمون. الثمن ديالها همزه، وكيف ما فتحتها خلي الناس يشوفوا الشميسه اللي مولات الضربه غتهرب منها. كيف ما كتلاحظوا الدار راها مشمسه مضويه، وبيت هو هذا الوسعيه ديالو. هنايا راه تقدر تجيكم حتى بيرو اولا كوكيتا، وكاين هنايا كاما لشخص واحد. وهنا كاين هاد البيترينا ديال الطبله اللي تقدروا تعملوا فيها كتبه وليداتكم، تعملوا فيها الديكورات. وبلاتي نشعل لكم الضوء باش تشوفوا حتى هنايا راه مول لابارتمون راه صالح، يعني راه دوز لانستالاسيون ديال الضوا، غير هو ما مركبش ليهم بومبيات ديالو. اما هادشي كامل راه كيضوا بالليل، واحد الاضاءه كتكون عنده غزاله بزاف بالليل،
يعني لابارتومون مصلوحة وبهذا الثمن، هذه راه همزة من همازي افيتو طونجي، والهمازي ديال افيتو طونجي راه دغيا كيطيروا بهم، وخصوصا لي زابارتومون اللي كنكونوا حاطين لهم بالثمن ومن بعد ماليهم كيبغيو يطيحوا في الثمن حيت مزيرين. فانتوما كتقولوا لنا علاش ما قلتوها لنا، هادشي راه كنحطوهم في لاشين وكاين الجرس اللي فعلوه اللي غادي يوصلكم من جديد، كونوا من الاوائل اتصلوا بنا واللي مكتبه ليه في الرزق هو اللي غيديها. دابا يلا نشوفوا البيت النعاس الثاني. دابا اجيو نشوفو البيت نعاس الثاني بلاتي نشعل لكم الضواو ديالو، حيت السقف ديالو عملو كامل بلي سبوت وكامل بالضواو، بلاتي نشعل لكم الضواو اخرين. هما هادو كانوا شاعلين ديجا، كيف ما قلت لكم مول الدار راه صلحها كامله عاودها بالاصلاح، وهنايا هادشي كامل راه قبس، عمل هاد لي زيطاجير ديال القبس، عمل السقوف ديال القبس، عمل هاد اللون هذا. انا قلت لكم راه مولات الدار عامله هاد اللون غامقه غير باش ما تبقاش ليها الدار ضاويه. بحق هانتوما كتشوفوا واخا اللون كري بيت باقي ضاوي، كاينه هاد الكاما ديال جوج الناس بالكوكيتات ديالها، يعني البيت تبارك الله راه ضاوي وكبير كيف ما كتلاحظوا. وكيف ما قلت لكم هاد لابارتمون راه جات في العوامه المرس، فيها 58 متر وجات في الايطاج الثالث. هادو راه كيشعلوا من هنا، زعما كاين اذا كنتو مثلا بالليل تعملوا هنايا كونه ديال الباب وما بغيتوش تشعلوا الضوء، كتشعلوا غير هاد الضوء هادو، شعلوا مفاتيح، كتشعلوا غير هاد الضوء هادو وكيعطيكم هادو بحال الفيوز، كتشعلوا غير هاد الضوء وما حتى شي، زعما كاين ناس فيقوا من الدار وتشعلوا الضوء ديال البيت كامل. هنايا كاين الماريو اللي عملوا مول الدار عاود ديال الخشب بلي زيطاجير وعملوا بالسده ديالو، يعني ما تحتاجوش عملوا ماريو لهاد البيت واخا تشريوها بلا فراش. وكيف ما قلت لكم الثمن ديالها والله حتى همزه، بغيتو ابارتمون كبر من هادي، بغيتو فيلا، ارض، محل تجاري سواء بغيتوه للشراء ولا للكراء، عندكم ارض بغيتو تبنيوها مرحبا، تواصلوا معنا وحنا نتكلفوا بها. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي لابارتمون اللي جات في العوامه المرس في طنجه، فيها 58 متر، جات في الايطاج الثالث، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، فيها جوج البيوتات نعاس، حمام، كوزينه، وسط الدار الدخله ديال الدار عفوا، وعاد الصاله، كتباع 30 مليون خاويه و32 مليون بالفراش. الثمن ديالها والله تهمزه، يعني اذا مشيتو شريتو ابارتمون مسكن اقتصادي شحال غتشريوها؟ 25 مليون، بالتحفيظ والتسجيل ديالها كتقام 27 حتى 29 مليون، يعني هي 29 مليون خاويه، كتجيكم بيضه، ما فيها لا قبس لا اصلاحات لا ديكورات لا كوزينه كتكون معاود لا حمام كيكون معاود، يعني هذه راها كتباع 30 مليون خاويه. وعادي اذا بغيتوها بهذا الشيء كامل اللي شفتوا لا فيديو 32 مليون. اذا عجبتكم وبغيتيو ديو تشوفوها مرحبا، تواصلوا معنا غير في الارقام اللي اعلى الشاشه واللي مكتبه ليه في الرزق هو اللي غيديها. عجبكم هذا الشيء اللي كنعملوا وبغيتيو نشوفوا الديور ديالكم سواء تحطوهم للبيع او للكرا، مرحبا تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. كنتمنى تعاونونا بجيم وتابوناو معنا وبارطاجيو لا فيديو مع اكبر عدد من الناس، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وفي صندوق الوصف غتلقاو لاشين الثانيه ديالنا اللي حتى هي تابوناو فيها، راه غتلقاو فيها كل ما هو جديد، ويمكن كاع نحطوا فيها شي حوايج ما غاديش يكونوا في هاد افيتو طونجي. والله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمنى، واللي باقا بلا زواج الله يزوجها، قولوا امين ونهاركم مبروك.